ولكن مع ان سلاحها الكلمة والقلم، الا ان اعدائها يواجهونها بالرصاص. لم تتوقف عجلة استهداف الصحفيين الممنهجة في العراق، فبين فترة واخرى نودع زملاء لنا بعد ان امتدت اليهم يد الغدر، ناهيك عن الاعتقالات والاختطاف والاعتداء. العراق هو الأخطر على الإعلاميين بشكل عام، يعني أخطر بلد بالعالم على استهداف الصحفيين، والعراق وأكثر بلدان قدمت شهداء من الإعلاميين هو العراق. مصاب جلل بالنسبة لنا اليوم. الأسرة الصحفية يعني بدت التهديدات والاختيارات بإنهاء التظاهرات، هذا هو مسلسل لإنهاء التظاهرات، ولكن اليوم راح نبقى نسير على طريق كلمة الحق مثل ما صار عليها زميلنا الشهيد أحمد عبد الصمد. الصحفيون طالبوا مرارا بتفعيل قانون حماية الصحفيين من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية، ولكن لا استجابة لمطالبهم، وكان قدرهم أن يمضوا حياتهم تحت التهديد. تكرار استهداف الصحفيين يعني عامل احنا نستنكره ونستنجبه، لأنه الصحفي يحمل رسالة إنسانية ويحمل أمانة وينقل هموم الناس وينقل معاناة المواطنين بالعراق بشكل عام. نتمنى على البرلمان العراقي أن ينفذ القانون اللي ما يتعلق بالصحفيين لحمايتهم، لأنه الصحفيين اليوم تعرضوا للتهميش، تعرضوا للاعتداء وأيضا للاغتيال. للأسف مسلسل الاعتداء على الصحفيين أصبح أمر طبيعي وأمر شائع يعني بالمجتمع العراقي، ونطالب البرلمان بسن قانون حماية الصحفيين وعلى المؤسسات اللي يعمل بها الصحفي، ولازم تتابع هذا الموضوع وتنطي حق الصحفي، يعني الصحفي مستهدف، تتابع حقوقه من قبل الدولة، من قبل المحاكم، تتابع المعتدين. المحاكم لازم يعني تحدد من الجنات، يعني الى متى راح يظل الصحفي مستهدف وما له قيمة لهذه الدرجة بالعراق. مسلسل استهداف الأسرة الصحفية لم يتوقف، وقوافل شهداء الإعلام لا ذنب لهم سواء إنهم يحملون هموم وطن. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.